مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار. اليوم في الجزء الثاني من الحلقة جايب لكم هدية الدكتورة لميس جابر. دكتورة لميس جابر يعني أنا رأيي أنها لا تعرف، ست مصرية جميلة باحثة مفكرة، في الآخر هي مواطنة مصرية مهمومة في مصر. احنا النهاردة حطينا على البرنامج الفيسبوك اللي عايز حد من حضراتكم ليه اسئلة ليها، وصل لنا حوالي 30-35 سؤال، والحوار مع الدكتورة لميس هيبقى حوار كنتو اسئلتكم كنتو، ولو حد عايز يكمل الموجودة هو الرسائل ويبعت. وانما في الجزء ده هنتكلم عن المرأة المصرية، لان الدكتورة لميس لابر بترى ان في محاولة دلوقتي من جماعات الحقوقية اياها لاختراق المرأة المصرية التي اثبتت فعاليتها واثبتت انها لها دور فاعل ومهم جدا من 30 يونيو واحنا طالعين لغاية دلوقتي، بس ما حدش هيقدر على الست المصرية، لان الست المصرية دماغها بمئة مليون واحد من اياهم اللي انتوا عارفينهم. النهاردة الرئيس فتاح السيسي يوجه دعوة للاحزاب لاجتماع بكرة ان شاء الله، ده عشان الانتخابات البرلمانية اكيد، ولامور واشياء اخرى. يا ريت ان احنا كلنا نبقى فاهمين ان احنا كل يعني كلنا الكل مسؤول والكل النهارده، ويا ريت نبطل نزايد على بعضنا في اي حاجه في الفتره اللي جايه ديت لغايه ما ربنا يكرمنا ونخلص من الانتخابات البرلمانيه ديت. النهارده الفريق اول صدقي صبحي قائد العام القوات المسلحه كان في افتتاحيه المؤتمر الدولي لراحه المخ والاعصاب في مجمع الطب القوات المسلحه في الجلاء، فقدم هو في افتتاحيه المؤتمر خالص عزاءه لضحايا الحوادث الارهابيه في فرنسا، وبيقول انه عمل اتصال تليفوني مع وزير الدفاع الفرنسي يوم الخميس ليعزيه في الضحايا. سياده الفريق اول صدقي الصبح قال ايه بقى؟ ده النقطه اللي تهمنا. اكدت لوزير الدفاع الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي ان القوات المسلحه المصريه جاهزه تماما للتعاون مع فرنسا وجيشها وكل دول العالم في مكافحه الارهاب خلال المرحله الراهنه، وعلى استعداد لتنفيذ اي مهام يتطلب هذا الامر حتى يتم القضاء على الارهاب بشكل كامل. اللي قاله سيادة الفريق أول صدق صبحي كلام مهم، بس هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا ربنا موجود، وهو موجود يعني، وربنا موجود ان ربنا بينصفنا، ربنا بينصفنا يعني النهاردة، لان احنا هنطلع من الكلام بتاع سيادة الفريق أول صدق صبحي ونطلع نبص على الحدوتة حكايات فرنسا ديت، لان الحدوتة في الاول وفي الاخر مفيش اي واحد عاقل، مفيش اي واحد سوي، مفيش اي واحد عنده قدر من يعني من الدين، ايا كان الدين الدين حتى لو كان دين وضعي مش دين سماوي يعني جاي من السماء من الرسالات يهوديه ولا مسيحيه او اسلام، حتى لو كان بوذيه او اي دين، اي حد عنده جزء قليل من الاخلاق مؤكد ان كان هيزعله جدا اللي حصل في فرنسا، مؤكد ان هو بيبقى تفكيره ان مفيش حاجه اسمها قتل، مفيش حاجة اسمه إنسان يقبل على قتل إنسان آخر تحت أي ظرف وتحت أي مسمى وتحت أي تبرير، مفيش مبرر للكلام ده كله، لأن لا في دين بيقول الكلام ده ولا في أخلاق بتقول كده ولا الإنسانية بتقول كده، دي مسألة منتهية. بس ده موضوع، إنما في موضوع تاني. إذا كنا بنتكلم على إن إحنا بنرفض تماما مسلمين مسيحيين يهود أي ملة أي واحد سوي، يرفض تماما الإرهاب، يرفض تماما القتل، يرفض تماما إنك أنت حد مش عاجبك تروح تقتله، في مليون يرفض تماما الحوار بالبندقية، يرفض تماما هذا الكلام، أي حد عاقل يرفض تماما هذا الكلام. النهارده كان في فرنسا عاملين مظاهرة أو مليونية بلغة العصر علشان خاطر السنكار الإرهاب والكلام ده كله، حاجات دي كم الرؤساء وكم الشخصيات وكم الحاجات اللي كبير جدا، شيء كويس، بس ده مش يخلينا نسأل لنفسنا سؤال، طب ما فيش حد منكم من حضرات الرؤساء وحضرات اللي كانوا موجودين دول، أغلبهم طبعا في ناس كتير لما حصل عندنا في الفترة اللي فاتت ديت الإرهاب في سيناء، من أول 21 من ساعة حادثة رفح الجنود اللي قاعدين بياكلوا صايمين لسه ما كسروش صيامهم واتضربوا بالأربجهات واتضربوا بالنار، 21 واحد استشهد، ما حدش اتكلم. كل اللي طلع أشتون قالت لك يعني بنطلب من الحكومة المصرية، نطلب من المصريين ضبط النفس، كله كان بيطلب ضبط النفس، ما حدش أدان،
ما قلناش حد يجيلي لا سمح الله. لما حصلت عمليات إرهابية كثيرة جدا هنا، لما حرقوا الكنائس كلها في الفترة بتاعت بعد فترة رابعة، ما حدش أدان؟ هو ده ما كانش إرهاب ولا ده كان إيه؟ الحوادث اللي بتحصل بقى لها قد كده ما حدش بيتكلم خالص. لما الرئيس السيسي طلب من الشعب المصري، لما قال لهم انا بطلب منكم تنزلوا يوم 26 عشان تدوني تفويض لموقف الارهاب، كان التفويض محلي والمصريين اللي دوروا تفويض. لما الراجل بفرنسا رئيس فرنسا اورلاند رئيس الوزراء الفرنسي لما طلب تفويض، العالم كله جاي يديله تفويض. الله، هو انتوا بتكيلوا ميكيلين ليه؟ تعالوا نشوف كده كلمه الرئيس السيسي ولما قال هذا الكلام، وتشوف هم بيكيلوا بموقف وموقف. احنا بس ماشيين مع بعض، وفي كل لحظة بقول انا ضد الارهاب، واي انسان عاقل ضد الارهاب، والمؤكد ان الغالبية الكاسحة من المصريين ضد الارهاب وضد اللي حصل في فرنسا وضد كل الكلام ده. وهكمل بعد ما نشوف بس الرئيس. بفكر حضراتكم بس لما كان بيطلب تفويض الرئيس السيسي لما كان بالكلام ده، كان الكلام ده كان امتى؟ ده قبل يوم 26 بيومين، يعني 24 يوليا، قبل ما يبتدي تحصل حاجات ولا قبل ما يحصل اي حاجه خالص. انما كان قرايته للمساله بيقول انك تدوني تفويض لمواجهه الارهاب العنف والارهاب المحتمل، تمام. والشعب نزل، الشعب نزل، وشعب الشعب نزل، الشعب المصري لما نزل في 30 يونيو كان حاجه تهز العالم، حاجه تهز. ما حدش هيقدر في اي دوله يعمل الكلام ده، ولا اي شعب في اي حته في الدنيا هينزل يدي هذا التفويض. كنا في رمضان والصيام، وكان ساعتها الاخوان بيهددوا ان هم بالارهاب بقى، وان اللي هينزل هنموته والكلام ده كله. بس المصريين في كل حته في مصر نزلوا، نزلوا عشان يدوا هذا التفويض وعشان يعلموا العالم كله. شوفوا الصوره، نشوف الصوره عامله ازاي. دول 26 يوليو، المصريين في كل حته، هم دول المصريين اللي بيعلموا العالم. اللي فرنسا النهارده طلبت منهم يطلعوا المزار اللي هنجيبها النهارده اللي بنتكلم دي، المصريين ده احنا بنتكلم هنا في القاهره، كل ميادين مصر بنتكلم على 44 مليون نزل في هذا اليوم عشان يدوا تفويض ساعتها لوزير الدفاع الفريق اول السيسي. ساعتها شو بقى القياده؟ واحد قاري اللي هيحصل، وشعب فاهم وواعي للي فنزل يأيده ونزل يعمل ده. ده درس على فكره، درس المصريين لكل العالم. هم دول المصريين اللي بيعلموا العالم، اقسم بالله العظيم هذه حقيقه. بصرف النظر عن وجع القلب اللي بنشوفه، ان واحد راكب في العربيه يروح رامي كيس قد كده في الشارع، ان واحد ماشي بالمشقلب، ان واحد يقول لك ايه معلش دي كلها حاجات طارئه وهتروح. انما هم دول المصريين، هم دول المصريين اللي بيعلموا اللي بيعلموا العالم وبيضربوا قدوه لكل العالم، لكل العالم. ده المصريين. احنا بنتكلم النهارده 30 يونيو، وما اعرفش 26 يوليو لما نزلوا التفويض كان العدد قد ده 3 4 مرات، بس اللي معايا بعافيه شويه اللي روى. يعني 26 يوليو كان قد كده. خلاص يا ابو العلا خلاص، عشان انت هم دول المصريين. الرئيس طلب ده، فالمصريين اللي ادوا له التفويض في 26 يوليو، 26 يوليو ادوا له التفويض، المصريين اللي ادوا له التفويض مش حد تاني. حد بقى من بره لما كان بيتكلم على الارهاب المحتمل، حد من بره قال له احنا معاك ضد اي ارهاب حتى لو ما كانش حصل حاجه؟ حد قال الكلام ده كله؟ كان كل اللي بتقدر عليه اشتون لما تحصل اي حاجه يقول لك ضبط النفس، ضبط النفس. انا عايز اعرف هي فين دلوقتي الست اشتون، انا مش فاهم هي فين، ولا راحت فين حته يعني، او الاتحاد الاوروبي. ومع ذلك نرجع بقى للنهارده، عايزين نشوف المولينيه بتاعت فرنسا النهارده، كل رؤساء العالم جايين، شخصيات عالميه جايه، الدنيا كلها واقفه على حيلها علشان حادثه ارهابيه واحده او ثلاث حوادث في بعض، عشان 27 واحد. طب احنا ده احنا بقالنا دلوقتي سنه مقدمين من الشرطه المصريه شهداء بس فوق 600، بس من الشهداء من الشرطه بس في الحوادث دي. حد قال لنا انتوا فين؟ المظهر العام بتاع شوب العالم، تعرف ان في كيل بمكيالين، ومع ذلك احنا ضد الارهاب وضد كل حاجه. انما بقى تشارلي، هل انا تشارلي بقى وانت تشارلي وكلنا تشارلي؟ هي دي النقطه اللي عايزين نقف عليها. خلاص يا ابو العلا، عايزين نقف عنها النقطه النهارده اللي هي بتاعت كلنا تشارلي بقى، كلنا خالد سعيد، ها، عشان احنا بنكرر نفس الحكايه تاني هنا. هل احنا كلنا تشارلي؟ لا، احنا كلنا تشارلي ضد الارهاب، وكلنا تشارلي ابدو ضد القتل، وكلنا تشارلي ابدو ضد العنف، كلنا في ده. انما نيجي بقى نتكلم في الناحيه الثانيه ونشوف ونتكلم في الجزء، انما احنا مش انا شخصيا وكتير ضد ان اي واحد ما يعني يكون عنصري. انا رايي ان تشارلي ابدو دولت ناس عنصريين، هو راجل لا يؤمن، يبدو ان هم لا يؤمنوا، بيهاجموا كل الاديان، هو حر
حريه التعبير، هو حر في حريه التعبير بتاعته، بس حريه تعبيرك بتقف امام حريات الاخرين يا اخي ومعتقداتك، يجب ان تحترم معتقدات الاخرين. ان كنت لا تؤمن بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام، يعني عليهم كل الصلوات، انبياءنا كلهم، اذا كنت لا تؤمن بهم انت حر، بس ما تجرحش مشاعري انا بقى كمسيحي او انا كيهودي او انا كمسلم، ما تجرحش مشاعري، ما تتريقش على الانبياء بتوعي. ومع ذلك انا بقول لما تتريق مش مفروض ان انا اروح اموتك، لا انا اتحاور معاك واعمل حاجه، بس انا بتكلم، انا بنتكلم بقى اذا كنا احنا مع تشارلي في ان العنف والقتل والكلام ده، انما مش معاكم في ان كنتوا تزدروا الاديان. اذا كنت انت بترى ان ربما يكون انتوا، انا ما اعرفش انتوا يعني بتؤمنوا بحاجه ولا ما بتؤمنوش، انا مع الله اعلم، بس انت حر تؤمن بما تؤمن، لان ربنا سبحانه وتعالى لما قال للبشر بعت انبياء وبعت كلام، قال لك انت عايز تؤمن تؤمن، مش عايز تؤمن انت حر، انا اللي هحاسبك، هرزقك وانا اللي هحاسبك، اذا ما كنتش بتؤمن بيا انت حر برضه. فاحنا مش هنبقى يعني مش هنبقى يعني هنزايد على كلمات الله سبحانه وتعالى، كل واحد حر، بس مالكش دعوه بمعتقداتي، وتحترم معتقداتي وتحترم انبيائي يا اخي. احنا يعني انا كمسلم بؤمن بكل الانبياء وبحترم كل الانبياء، فانت لازم تحترم ده. احنا بس بنتكلم في الجزء بتاع كلنا شر، لا كلنا شارلي في الارهاب، ضد الارهاب وضد القتل وضد ما حدث، لان انا لا اؤمن ابدا ان واحد يمسك بندقيه يتحاور ببندقيه تماما، ده دي همجيه وكلام. انما بقى حريه الراي بقى لما نيجي نتكلم عليه، طب حريه الراي، ما انا مع حريه الراي وحريه التعبير، بس لغايه فين؟ حريه الراي والتعبير انك انت برضه في حريه الراي انك انت تحترم مشاعر الاخرين، انك انت انت مش لوحدك. يعني انا مش مطلوب بقى تجيب لي صوره، اجيب لك صوره ونقعد نتنقل، لا 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 المساله مش كده. وهدأت الدنيا عليك انك تسخر، مش لاقي الا الانبياء تسخر منهم يا اخي، يعني هي دي كده. ومع ذلك لو عملت ده انا ضد ان حد يأذيك او يقتلك او حتى يمد ايده عليك كده يهمسك كده، ضد ده، لان احنا يجب نكون ضد ده. يعني وانا من كام يوم شرحت الرسول عليه الصلاه والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولما راح له واحد من قبيله بني سعد عايز يقتله، واحد من بيعبدوا اللات والعزى وشايل له تمثالين بيعبدهم في الركن كده، وراح دخل فلما شافوه سيدنا عمر بن الخطاب مسكوه علقوه من ودانه ربطوه في عمود في المسجد، طلع الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه، فبيقولوا له، قال لهم اطعمتموه؟ اديتوا له اكل؟ اكلتوه؟ الصحابه كان حاجه لهم هسس، فجابوا له اكل وفكوا الرباط وبتاع، قال له تؤمن ايش يعني انطق بشهادتين؟ قال له لا والله ما انطق، انا اللاتي والعزى ما انطق مش عارف ايه. قال له طب روح انت مع السلامه، اكلت وشبعت مع السلامه. الراجل مشي شويه وراح راجع نطق بالشهادتين، قال له طب ما امنتش ليه؟ قال له انا خفت ان انا انطق بالشهادتين، لان انا عرفت ان ده دين حق، وانك الرسول، انك انت فعلا رسول الرحمه والكلام ده، لما انت طلبت لي اكله وما عملتنيش بالمعامله اللي انا كنت جاي، انا جاي اقتلك فانت بتقول لهم اكلتوه، فامنت. بس لو كنت انا حسيت، لو انا امنت ساعتها، لو انا نطقت بالشهادتين كنت حي انا قدام نفسي حظن، وقدام الاخرين انا نطقت خوفا من العقاب وخوفا ان انا اقتل. انما انت لما نطقت صراحي وانا مع نفسي عرفت ان ده دين الحق، ده الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هو ده واحد لا يقتله، كان المفترض ان يطيروا رقبته وخلصنا. الرسول لما اتأذى ما عملش، ولما أزوف مكه وما فيش، ولما رجع مكه بعد اللي عملوه فيه قال لهم اذهبوا انتم الطلقاء، يعني ما عملش اي حاجه. فاحنا مش هنبقى بقى احنا ملكين اكتر من الملك، مش هنبقى اكتر من الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني يجب ان احنا نتأسى باللي عمله، ده اللي عمله مع الرسول ده. فواحد يرسم رسمه ولا ما يرسمش رسمه ده موضوع جانبي وملوش لازمه، مش عايزين ناخد حيز من ده، ونقدر بالحوار نقول لهم من هو محمد عليه الصلاه والسلام، ومن هو عيسى عليه السلام، ومن هو موسى عليه السلام، من انبياء دول انبياء الله، نقدر نقول بالحوار ده، انما مش بالبندقيه. حكايه البندقيه دي بقى فيها كلام، يعني انا بس كنت عايز اقول احنا تشارلي، ما احنا كلنا تشارلي ضد العنف، انما مش كلنا تشارلي في الباقي، لا انا ضد فكره ان انا حريه الابداع، ان انا اؤذي مشاعر الاخرين، ده ما يبقاش ابداع ولا حريه، لا انا هنا النار ده، انت زي ابدع زي ما انت عايز، بس خلي بالك اذا كنت لا تؤمن بدين انت حر، بس ما تاذيش مشاعر من يؤمنون باليهوديه ومن يؤمنون بالمسيحيه ومن يؤمنون بالاسلام، مش كده ولا ايه؟ ده الجزء تاني بس بنحط النقط فيه. الجزء الثالث في المساله ال بيتقال بقى كتير النهارده، قريت حاجه مكتوبه في الجورنال من الجرايد،
يعني على انهم بيسالوا جرايد نيويورك تايمز بتسال، فبيتكلموا برضه لسه مصممين على انك انت العنف. برضه احنا عايزين نحط دماغتنا في الرمل. النهارده جماعات الارهاب اللي موجوده على الاقل بقى لها 15 سنه او 20 سنه دلوقتي في العالم كلها صناعه غربيه، امريكيه غربيه، بس عشان من ساعه ما راحوا يجاهدوا في اوائل الثمانينات ولا في السوفييت في افغانستان، من ساعه الحكايه ديت وهي كلها صناعه غربيه، كل من يعمل السلاح. ما حدش يقول لي بقى اصل الارهابيين دولت برضه جايين، يقول لك عشان حكام المستبدين، يقول لك ان الارهاب نتيجه حكام مستبدين. بس برد عليهم، وده من ضمن يعني من الناس اللي على طول بتتكلم في ده، وعندنا بعض اي كلام بيقولوا اي حاجه. طب ده ارهاب عشان هو ارهاب، وعشان دول صنيعه اجهزه مخابرات، وهم وغسلين الولاد باسم الدين. طب 1500 واحد من انجلترا اللي اكتشفوا ان هم في داعش، فين الحكم المستبد اللي في انجلترا عشان هو ينضم الى داعش؟ فين هو؟ طب الالمان والفرنساويين اللي موجودين في ليبيا دلوقتي، واللي موجودين في سوريا، واللي موجودين في العراق، فين اللي هو الحكم المستبد اللي في البلاد دي؟ يعني احنا بس عشان نتكلم، الارهاب ملوش علاقه بالمساله دي. ده الارهاب ده صناعه وحدوته كبيره 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 كبيره. وهل اللي حصل في فرنسا ده يجب ان نتقبله كده على طول على ان هو موضوع؟ وبقى طلع على طول التفسيرات يقول لك الخلايا الفرديه والخلايا الذئبيه، الذئب الفرد الذئب على كولوبالي اللي هو مش عارف، كلام كبير، والكلام ده اللي بيطلعه اجهزه برضه المخابرات هم لغايه دلوقتي. يعني كل اللي قاله بوليس الفرنسي ان في اتنين مشتبهين اللي هم الاخوه كواتشي دول، يعني اتنين اشقاء مشتبهين، وفجاه قال لك ان احنا موتناهم، خلاص ماشي. انما هل ثبت ان هم اللي عملوا ده؟ هل في دليل مادي ان هم اللي عملوا ده؟ هم اللي عملوا ده ولا في حد تاني؟ ما حدش عارف. يعني لغايه دلوقتي ما طلعناش في اتحاد، ربما على ما تخلص الساعات هنعرف، انما بس من حقنا ان احنا نتكلم ده. ومن حقنا برضه نقول ايه الفيلم اللي معمول ده؟ لميت رؤساء العالم وكل وزراء خارجيه الدنيا وكل الدنيا دي في لحظه عشان خاطر ال 17 ولا 18 هم الارواح، واحد بس يستحق ان الدنيا كلها تقوم عليه يتقتل. بس هو احنا الواحد اللي عندنا اللي راح في الارهاب مش زي الواحد اللي عندكم؟ ولا انتوا يعني انتوا من علينا واحنا من علينا؟ لا مؤاخذه يعني، مش ده برضو منطق ان احنا نفكر ايه اللي بيحصل ده؟ وهل المساله كده؟ هل في حقيقه الخلايا الفرديه والخلايا النايمه؟ وعندك المحللين، ما انت الناس اللي بتتكلم في دول اللي بيحللوا دول في ناس منهم يعني عيب ان الواحد يتكلم، لما يتكلم يعني في حال عندنا في مصر انا بيتكلموا يقول لك الخلايا، واصل الخلايا وده الفرد الذئب ومش عارف الخلايا ايه، واسامي كده بيحطوها، وان دي خلايا فرديه ونايمه وبتعمل مش عارف. طب مين اللي بيدي التعليمات؟ انت عايز تقنعني ان اللي قاعد في اليمن هناك هو اللي بيدي التعليمات؟ طب بيدوا تعليمات ليه؟ الاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام، ده الجورنال ده تشارلي ده عمل ده 12 مره، ما فيش حاجه. واكتر اساءات ما كانتش من تشارلي، كانت من الجورنال الدنماركي اللي كان عمل ده، وحدوته فاتت وانتهت ومحدش سمع عليها، لان يعني خلاص عدت ما فيش حاجه. واي حد عاقل هيتكلم يقول لك كده، ولا 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 لهم لازمه حتى انك انت، إن اذا كنا عايزين نرد يبقى بالحوة، ان كنا عايزين نرد نرد عليهم بطريقه ما، يعني بالحوار بالحاجات دي كلها، انما انا مش هرد عليه بندوية ابدا يعني. انما العالم كله يجتمع كده والدنيا كلها تتقلب كده، وده كله عشان ده؟ وهل ده حصل؟ هل الحقيقه هي ما سمعناه من التقارير ده، ولا الموضوع في مواضيع اخرى؟ انا بعتقد ان في مواضيع اخرى. اصل في نظريه اوزوالد اللي قتل كينيدي اتقتل على طول ليبقى، عشان خاطر يبقى في حدوته معاه، وتاهت المساله، خد دي وهات دي وريني دي فين، مين اللي قتل ما تعرفش، مين اللي عمل ما تفهمش. وحتى الان رئيس اكبر دوله في العالم قتل ومش عارف لغايه دلوقتي ما تعرفتش القصه الحقيقيه، محدش عارف. النهارده اللي اتنين جبناهم ولبسناهم القضيه وما عرفناش القصه الحقيقيه، هل ده شغل كده؟ هل ده شغل حته تانية؟ هل النهارده اليورو اللي بيضرب في الدولار ده له علاقه بالمساله؟ هل في مساله دي تاديب لقرصه ودن فرنسا علشان خاطر تاييد ومطالب الدوله الفلسطينيه؟ هل هرجع للموضوع ده بس ما اشوف التليفون ده. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين معايا يا فندم؟ انا هيثم هزاع يا فندم. اهلا بك. عندي بس مشكله صغيره عايز حابب اعرضها عن حضرتك. تحت امرك، تحت امرك يا فندم، تحت امرك. الله
يبارك فيك. انا الحقيقه كنت بشتغل مدير مالي في شركه من مجموعه شركات سيارات يعني مشهوره في خلال الاربع سنين اللي فاتوا، يعني من اربع سنين لغايه من وقت قصير. والحقيقه يعني حصل شويه ظروف كده للشركه، يعني قالوا لنا مشكورين يعني اتفضلوا، طيب مستحقاتنا. والحقيقه ما خدتش المستحقات، حاولت ودي مره واثنين وثلاثه على مدار يمكن 10 شهور. الصوت واضح يا فندم؟ اي فندم تحت امرك. فالحقيقه لجأت طبعا للقضاء، فبعد كده الشركه الحقيقه رجعوا قالوا لي خد 10,000 جنيه على في المقابل ان انا اتنازل عن القضيه. فطبعا الرقم ده مش مناسب بالمره يعني، وهم يعلموا ذلك. فالحقيقه ايه، كان البديل طيب استنى بقى القضاء ايه 5 6 7 سنين. فالحقيقه هي في المشكله دي فعلا معروفه بالنسبه لي او بالنسبه للشركات، ومع الاسف طبعا في البعض بيحاول يستخدمها طول مده التقاضي دي ان انا ازهق او اتنازل عن حقي. فده مش يعني ده غلط، ده مش يعني ما ينفعش. فالحقيقه انا بعت شكوى لرئاسه الوزراء، رئاسه الجمهوريه. طبعا انا منتظر رد منهم يعني، وهتابع اكيد. بس اقصد طول فتره التقاضي ما ينفعش تكون سيف على رقبتنا، وما ينفعش تنزل عن حقي. طيب ادي النقطه اللي انا يعني بتكلم فيها. طيب سؤالي هنا، هي القضيه بقت نزاع مدني كده ولا المفترض ان في الشركات، يعني ما دي نقطه عشان نطلع منها بنقطه اهم. ما هي جزء كبير من اللي بيخلي اي مستثمر يجي في مصر هنا بيقول لك نظام التقاضي عندك شكله ايه؟ يجب ان يفصل فيما يخص نزاعات العمل ديت في مساله خلال شهر ولا حاجه، عشان خاطر يبقى عشان اضمن مستثمرين، وعشان اضمن جذب رؤوس اموال، وعشان اضمن حقوق الناس، وعشان اضمن الكل. هل دلوقتي القضيه دي قضاء نزاع عادي بقى كده ولا قضايا عاملين يا فندم؟ قضايا عاملين عادي جدا، قضايا عمال يعني، هي اسمها بيبقى اسمها كده. اه طبعا مدني. طب هي دوائر خاصه ولا دوائر خاصه ولا قضيه مع المشاكل زي اي قضيه بتتحط في الرول؟ انا مش عارف الحقيقه. هل في دايره خاصه لنزاعات العاملين؟ هو طبعا بيبقى في محاكم خاصه يعني، بس يعني مش اسرع ولا حاجه يعني. حتى التقاضي في في في, في القطاع العام اسرع منه في القطاع الخاص. انا طبعا بشتغل في شركه قطاع خاص. فيعني فمن فتره من اول الاعلان يعني من شهر 11، من اول ما رفعنا الدعوه لسه اعلان على شهر 2، وانا ما قبضتش من شهر 7 اللي فات. وممكن يحصل اعلان تاني نتاجل لشهر 5، وندخل في سنين ورا سنين. فالحقيقه يعني انا يعني طب الشكوى اللي حضرتك بعتها لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، ايه المطلب المحدد؟ انت صور حضرتك المطلب ايه؟ هل ان نتدخلوا عشان يقولوا ادوا لهم حقه، ولا ان احنا نسرع في القضاء، ولا ايه؟ انت صور، ولا في اجراء قضائي ممكن يكون اسرع من كده واحنا ما نعرفش؟ هو الحقيقه المحامين بيقولوا ما فيش، واحنا عارفين دي يعني. انا طبعا واثق ان القضاء هيجيب الحق، بس هيغيب، هياخد وقت. فلا يعني هو الحق معروف يا فندم، الحق معروف وواضح. انا يعني لا، انا بطلب اللي يقدر يساعدني ان انا اخد حقي بسرعه. لا مدارس ولادي هتنتظر 5 سنين قضيه، ولا حياتي انا هتقف 5 سنين عشان قضيه ما خدتش مستحقاتي. انت حضرتك بتتكلم على ان تتدخل، هل التدخل ده تدخل يعني ان انا بعبر، ولا ممكن في القانون حاجه تديني حقي باسرع من غير الوضع اللي لجأت ليه ده؟ ده اللي بسأل عليه. هو في القضاء هياخد وقت ومحدش، انا عارف ده. ايه تاني ممكن يكون انجز من ده غير يعني التدخل الحكومي ده، انت او التدخل الرئاسي او تدخل من اي جهه ما؟ هل تصور ده تدخل ودي لحل المشكلة، ولا تدخل جبري لفرض؟ ودي طبعا يا فندم، ودي طبعا، ادوا الراجل حقه، مش طالبين اكتر من حقنا يا فندم. طيب انا على اي حال حضرتك يعني سيب لنا النمره، واحنا برضه نتصل نقدر نشوف اللي ممكن عمله. انا ما اعرف، جايز يكون في حاجه تانية انا ما اعرفهاش. انا يعني انا مش عايز يعني، واحنا ونشوف. انا في الاخر عفوا، انا في الاخر اللي عايزه حقي، مش عايز
لا لا يعني انا لما لجأت للقضاء لجأت عشان احفظ حقي، مش عشان اقعد 5 سنين اشاكل في حد، لا طبعا. وهو في الاخر هو ده المطلوب يعني باي طريقه مشروعه يعني. ولذلك انا يعني اللي لما بعت شكوى لرئاسه الجمهوريه ولرئاسه الوزراء، لان بعد ما رحت لهيئه الاستثمار ورحت لوزاره القوى العامله قالوا لي احنا ما نقدرش نعمل لك حاجه، يعني مشكله الوضع ده. انا متاكد ان هو حاصل مع ناس كتير، لكن في ناس بتسكت، لكن الحقيقه انا مش هقدر اسكت على حقي. وهم ما يقدروش يعملوا حاجه فعلا، وزاره الاستثمار والقوى العامله؟ ما هو بما ان احنا في القضاء، ما هو ده نفس رد الشركه يا فندم. خلاص انت ورقك في الشؤون القانونيه، استنى المحكمه، ده الوضع القائم. فوزاره القوى العامله او هيئه الاستثمار لما يتدخلوا بشكل ودي، ممكن الشركه تقول لهم خلاص الورق في المحكمه. لا ما يعني يعني خلاص طبعا يعني هو ده الحجه يعني. لكن بالضبط، مع الاسف مع الاسف. طيب مع برضه هنشوف ناخد صوره من الشكوى دي ونشوف ما يمكن ان نساعد فيه ايه، وربنا يصلح الاحوال. حالات غريبه برضه يعني. طب يعمل ايه؟ واحد فاتح بيت وبيشتغل ومدير مالي، يعني اكيد قعد فتره طويله جدا عشان يصل الى هذا المنصب، وبعدين بياخد مرتب، وبعدين فجاه خلاص مع السلامه لظروفه والكلام ده. ممكن ظروفه، طب ادي له حقه، انت كسبت وادي له حقه. ما انا مش عارف، ما هو فكره النهارده العلاقات فيما يخص هذا الموضوع مساله، انما للقضاء كده و15 20 سنه ده حرام يعني. طب ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مش فاهم انا. في الاستاذ مشعل اسماعيل بيقول لي والله الهجوم على الصحيفه الفرنسيه والله كذبه فرنسيه، عشان يتدخلوا في ليبيا عشان البترول، وفي اليمن عشان باب المندب، والاخوين كواشي هم مطلوبين للعداله من قبل 5 سنين، كل العمليه في فرنسا، كل ده اللي تم في فرنسا متركب علشان شيء، ما ربك يستر. عم مشعل انا كنت بتكلم بقول في الكلام ده، هل الموضوع ده كده ولا لا؟ بس انا مش معاك انك انت يعني تقول يعني والله. دعنا نقول ان احنا الموضوع ده كده، انما هنالك شيء ما، التحرك السريع لدول العالم والشخصيات الكبيره اللي راحت والدنيا في ايه؟ طب ما احنا معمولين في الارهاب بقى لنا سنه ونص اهوت، وعمالين اللي بيتقتلوا واللي بتبهدلوا عاملين الدنيا، وشوف قدمنا شهداء قد ايه عشان نقدر نوقف ونحجم، وكل الاسلحه اللي بنقبض عليها اللي بنلاقيها احدث الاسلحه اللي جايه من ترسانه السلاح الامريكاني، وقعت عليهم السماء بتنزل سلاح. الصاروخ اللي ضرب على الطياره الفانتوم 16 اف 16 اللي في الطيار الاردني اللي داعش مسكوه ده، الصاروخ ده منين؟ مين اللي دهولهم؟ ده احدث ما في ترسانه الاسلحه الامريكيه، ان صاروخ تقع بيه طياره فانتوم امريكيه، فالصاروخ ده رهيب اللي هو متتبع للحراره وشغلانه وتكنولوجيا عالي جدا، مين اللي دهولهم؟ لقيوه؟ ده ما بيتباعش عند بتوع السلاح، السلاح يا دوبك بندقيه خرطوش بندقيه بتاع كده، انما ده مين اللي مدهولهم؟ مين اللي مسلح داعش بالسلاح ده؟ ما تردوا علينا. الفيلم اللي بيحصل دلوقتي ده كله، قالوا ايه الرئيس الامريكي يروح السفاره الفرنسيه في واشنطن ويتكلم وحكايه زي ماشي، احنا ضد الارهاب كلنا، يا ريت تحطوا ايديكم في ايدينا، يا ريت ونقضي على الارهاب، يا ريت تساعدونا، ده انتوا واخدين الطيارات لسه ما رجعتهاش لغايه دلوقتي، الطيارات الهليكوبتر الاباتشي، يعني الكلام. سيدينا مصر بتقول يا استاذ ابراهيم الشوارع في كل مكان غرقانه بالوحل ولا حياه لمن تنادي، كان لا يوجد عندنا محافظين ولا رؤساء مجلس مدينه يرضي مين وقف الحال ده. ام مصطفى، النبي ام مصطفى، الحكايه اخو في حركه محافظين يا ام مصطفى، انما احنا موضوع الوحل اللي احنا فيه ده ما في القاهره الطويله العريضه دي، حتى لما بنينا كوبري اكتوبر نسينا نعمل عليه بلعات من فوق وتنزل بمواسير كده، بدل ما تطرطش المايه تبهدل الناس اللي في شارع الدلاء، ولا مطرح ما يكون باكتوبر ماشي على حته، شارع رمسيس كله الناس بتتبهدل. عايزين نعمل بلاعات، عندنا حاجات كتيره، بس في اهم ومهم. اليومين الوحله هم يومين وهيعدوا يا ام مصطفى، استحمليهم. ناصر مصر بلدي، من فضلك اتكلم عن مشكله التاكسي الابيض مع الماليه. ام حماده عزه، الحقيقه التاكسي الابيض، مشكله التاكسي الابيض والماليه والفلوس، احنا عارفين الفتره اللي فاتت وقف الحال اللي كان الناس فيه،
ما انت لما يبقى كان عندك كل يوم مظاهرات وكل يوم واقف في حال، ما كانش في تاكسي لا بيطلع ولا بيروح ولا بيجي، ها يا دوبك يا دوبك طالعين، يا دوبك ابتدوا يعني زي ما بيقولوا تنقط عليهم دلوقتي، يعني لازم نشوف حل في جدوله المساله. انما انت عداد وبالفوايد، والفوايد اكتر من القسط، يمكن محتاجه من السيد وزير الماليه يتدخل، لان ده بقى مصدر رزق لعدد كبير جدا النهارده من العربيات التاكسي الابيض، اللي هم وهم ذنبهم النهارده ان هم حدثوا نفسهم واشتروا وعملوا والكلام ده كله، حتى بقى الشكل احسن وبقى فيه مصر. انما وقف الحل اللي كان موجود ده كان فوق دماغ الكل. مصطفى الفخراني، واشنطن هتعمل اجتماع عالمي لمواجهه الارهاب علشان خاطر عمليه ارهابيه واحده في فرنسا، وفي نفس الوقت بيدعموا الاخوان والجماعات الارهابيه من سنين طويله. لا ما هو استاذ مصطفى ده، ما هو ده موضوع، ده موضوع ما دام الارهاب عندنا ده، لا 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 مطلوب مننا ضبط النفس. والست اشتون، انا عايز اعرف اشتون فين دلوقتي بتاع ضبط النفس، مش فاهم. فهم طبعا هم يدوا الاخوان، وهم ولغايه دلوقتي مثلا هتلاقي تركيا مثلا على طول بتتآمر مع اي حد، تركيا بيشتغل مع حد، تركيا وامريكا على طول، تركيا ما هي المخلب القط دلوقتي، وكان قطر، وقطر واخده خطوتين لورا، اما نشوف هتعمل ايه. انما في الاول وفي الاخر هم بينفذوا ده. مين اللي مول كل الجماعات الارهابيه؟ مين اللي خلق اللي بيحصل في ليبيا دلوقتي؟ مين اللي خلق بحور الدم في ليبيا؟ من نيتو. ده انت يوم ما دخلوا، يوم ما دخل حزب النيتو في ليبيا، ورئيس الاركان الجيش الامريكي قال احنا مش ما بنستهدفش القذافي، احنا بنحمي الشعب الليبي. طب هتحمي الشعب الليبي من مين؟ ما كانش فيه بقى هناك الفيلم بتاع المعارضه بتاعت الاسد، ما كانش اتعملت الفيلم اللي معمول بتاع الاسد مع الحوش عملوه. فانت المفترض انك انت الشعب الليبي عنده حاكم مستبد وعايزين تخلصوه منه. طيب انت بدل يعني رايح تحمي الشعب الليبي، الحرب اللي حصلت هناك دي كلها عشان تحمي الشعب الليبي؟ الله. طب ما انت لو عايز تحميه والقذافي هو اللي اذيه، ما تقبض على القذافي وخلاص، وتريحنا وتريحهم وتريح الدنيا. انما هم كانوا هدفهم ايه؟ واطالوا الامد. ما انت عايز تعمل مصيبه، طول الامد زي رابعه كده، زي رابعه طول الامد بتاع الحاجه. بقى في دم بين القبائل، بقى في قتله من هنا ومن هنا ومن هنا، بعد ما ولعت كده، وبعد ما راح الجماعات المرتزقه اللي هي من بره، اللي فيها المان واللي فيها فرنساويين واللي فيها انجليز واللي فيها افغان واللي فيها مصريين، بعد دول ما راحوا وخدوا سلاح والكلام ده، والاخوان المسلمين بيتسيدوا الموقف ويقودوا المساله، بقت ليبيا اللي احنا شايفينه في ليبيا دلوقتي. مصطفى الفخراني بيقول لي في رساله تانية، الجيش الفرنسي نزل الشارع عشان عمل ارهابي واحد، عايزين المبدعين بتوع فرنسا والحقوقيين واللي معاهم كارنيه الثوره يطلعوا يقولوا يسقط حكم العسكر الفرنسي. والله عندك حق يا عم مصطفى. محسن لويس بيقول ازاي الشرطه الفرنسيه المجرمه تقتل اتنين من الابرياء لمجرد انه مشتبه فيهم في حادث الجريده الفرنسيه في الدول المتقدمه زي مصر، الشعب بيطلب من الشرطه انهم يمسكوهم ويجيبوا لهم اتنين ينسون عشان يهدوا اعصابهم، ولو حاولوا يهربوا ما يضربوهم يشفع عليهم نار عشان ممكن يتعوروا لا قدر الله، وبعدين يتقدموا للمحاكمه ولازم يطلعوا براءه لحسن البلد تولع. همجيه من الشرطه الفرنسيه منقطعه النظير. القبضه الامنيه رجعت تاني في فرنسا، تسقط الدوله البوليسيه الفرنسيه، يسقط كل شرطي فرنسي بيقتل اي حد بحجه فزاعه الارهاب. ربنا يوفقهم. بجهز ان شاء الله تعليق ساخر على زي اللي بيتريقوا على الشرطه في بلدنا. لا ما هو لا ما احنا كان عندنا فكره، مش عارف الاخ لويس محسن لويس بقى له مش فاكر لما الدكتور مرسي لما طلع قال يعني حافظوا على الـ على الـ على الـ على الخاطفين المخطوفين والخاطفين، كان خايف على الخاطفين لحسن احنا. وبرضه محسن لويس بيقول لي اطالب السفاره الفرنسيه اغلاق ابوابها في باريس، السفاره المصريه اغلاق ابوابها في باريس، وذلك لعدم الاستقرار واحتماليه وقوع اعمال ارهابيه خلال الايام القادمه. انا عايز اقول اللهم لا شماته، احنا مفيش شماتة، واحنا كلنا ضد الارهاب، واي رسالة بالرسائل دي اكيد اي حد من اصحابها ضد ان اي حد يقتل، ضد اي حاجة من دي، اي انسان عاقل ضد ده. بس في نفس الوقت الحكاية في ايه؟ هو في ايه؟ انتوا بتكيلوا مكيالين ليه؟ طب ما احنا مهريين في الارهاب، حد واقف جنبنا؟ حد سألنا انتوا بتعملوا ايه؟ ده انت كل اللي كل ما تتكلموا تبعتوا لنا حد يقول لك احنا بس بنطالبكم بضبط النفس، ضبط يبقى مات 21 واحد مذبوحين عندي يقول لك ضبط النفس، يبقى مفرقين كل الكنائس يقول لك ضبط النفس، مش عارف ايه يقول لك ضبط النفس، اصل دخلوا لازم تدخلوا الاخوان في العمليه السياسيه، يا عم ده هم دول اللي خالقين الارهاب، يا عم ده هم دول كل سبب البلاوي كلها. اللي بيحصل غريب وصعب وحاجه غريبه جدا.
اطلع فاصل يا ابو العلاء، اطلع فاصل.